السلام عليكم، معكم بدر الدويبي، ممثل سنة ثانية وعضو في اللجنة الوطنية. جو بونس اليوم لي ستوديو خارجين للساحة سي باش يبينوا الغضب ديالهم. زدنا من مجموعة من المراحل التصعيدية، زدنا من دي غريف ديال ان او دو جور، لي سيتي اللي في لافاك نيت، مراد درنا الانزال الوطني اللي كان قدام البرلمان. واليوم في لو 13 ديسمبر انونسا بويكوت اوفير ديال لي زيكزام لي كور ماجيسترو تي بي ستاج، يعني جميع لي زاكتيفيتي بيداغوجيك. بغيت نقول بالمشاريع ديال المطالب ديال المشروع. اولا تطلبوا غير اننا من البروميير اني ديالك يكون عندك الباركور ديالك واضح من البروميير حتى سيزيام اني. الا كنت انا اليوم دوزيام اني راه بغيت من دابا نعرف شنو تابعني ابخي تمر سيزيام اني بور تخوازيام سيكل انترنا ريزيدانا، زعما شنو لو دوفينيغ ديالهم. اول حاجه الى قصي لا فورماسيون ديالنا حنايا اتيديون اليوم، ولكن راه حتى حنايا الاطباء ديال المجتمع، يعني راه تتقيس ديريكتومون الصحه ديال المواطنين. ما تنطلبوا بشي حاجه اللي مشروع هو تكون عندنا وضوح. والبارح كانت اسامبلي جينيرال في لونفي اللي لي ستوديون عياو فيها من لي ديلي ديريكتومون، فوتا 99% في الرباط كونتر داك لو بي في اي 100% في او نيفو ناسيونال. الى خارجين سيكو عياو من لي ديلي وبغى شي حاجه كونكريت في ارض الواقع. المهم السلام عليكم، معكم عاكف ياسير، ممثل طلبه السنه الخامسه وعضو باللجنه الوطنيه لطلبه الطب في المغرب. اليوم كانت عندنا واحد الوقفه اللي كان تتعبر على الغضب ديال الطلبه تجاه واحد المقترح وزاري، واحد المقترح وزاري اللي جا من بعد الاجتماعات مطوله باش نفكوا بزاف المشاكل. المهم باش نحاول ندخلكم في السياق شويه، هاد الغضب ديال الطلبه جاي من بعد قرار الوزاري القاضي بتخفيض سنوات الدراسه من 7 الى 6 سنوات اللي عطاته لنا الوزاره في مارس 2020 من دون بدون اجراءات مصاحبه وبدون تعديلات على 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 المسار البيداغوجي النظري اللي شكل الطلبه انهم تيقولوا بلي راه هذا الشيء راه غياثر على جوده التعليم، هذا الشيء غياثر على جوده التعليم، وهذا الشيء حنا صبرنا عليه عامين باش انه يكون هذه الاجراءات المصاحبه وكانت حسن النيه. صافي هذا العام هذا بداوا اجراءات اللي هما احتجاجات واضرابات، وقفه احتجاجيه اضراب، وقفه احتجاجيه اضراب يومين باش نشوفوا كيفاش الوزاره غتجاوب معنا. وتم الاستجابه فعلا وعطاتنا الوزاره بعض المواعيد اللي كان فيهم اجتماعات مطوله باش اننا نخرجوا بواحد المقترح اللي غادي يفك المشاكل ديال الطلبه. والبارح هذاك المقترح الوزاري كنا بريزونطيناه للطلبه في الانفي في الجمعه العامه، حيت حنايا في اللجنه الوطنيه ما كنديروا حتى شي حاجه بدون الرجوع الى القواعد، ضروري خاص الطلبه هما اللي يوافقوا على شي حاجه، والطلبه هما اللي بغاو المقاطعه ديال الامتحانات اللي هي اللي جبرت الوزاره انها تستجب شي شويه وتعطينا مواعيد كما قلت لكم الاجتماعات. من مور ما بريزونطينا المقترح الوزاري الطلبه عبروا على الرفض ديالهم، لان تيقول لك الطلبه بالله راه هذا المقترح الوزاري اللي عطيتونا ما فيه حتى شي حاجه من غير مواعيد اللي ما عمرهم ما تم الاحترام ديالها، لي ديلي ما عمرهم ما تم الاحترام ديالهم. داك الشيء علاش الطلبه قال لك حنا عينا من لي ديلي، بغينا شي حاجه لي كونكري، حيت من حق اي طالب يكون المسار ديالو واضح باش وجودة التعليم واضحة باش حتى المواطنين ما يتضروش معانا بهذا التعديل. وكما قلت لكم البارح بريزونطيناه، الطلبة ما بغاوش هذا الشيء وعبروا على الغضب ديالهم بواحد الوقفة احتجاجية اللي كانت اليوم، واللي عبروا فيها عاوتاني على الرغبة ديالهم في أنهم باغين إصلاحات وباغين يحافظوا على جودة التعليم وما دايرينش الرفض من أجل الرفض، ولكن باغين بعض الشروط اللي تحترم في أي قرار كيخرج من عند الوزارة. هادشي علاش حنا مازال كنتسناو انهم يعيطوا لنا عاوتاني في اجتماعات اخرى ونشوفوا الا كان الحلول ديال بعض المشاكل. شكرا على المشاهدة، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.